يعتمد معظم سكان الدول النامية على الحرف اليدوية والزراعة والرعي في الحصول على لقمة عيشهم، ومن النادر أن يقوم أحدهم بالذهاب إلى المستشفيات أو المراكز الطبية إلا إذا أصيب بمرض أضعفه أو قد يتسبب في توقفه عن العمل. وأثناء مزاولتهم للأنشطة العادية في الحقول، يتعرض المزارعون عادة للكثير من الخدوش والجروح السطحية الخفيفة التي لا يلقون لها بالا، وهم لا يدرون أنها قد تكون بداية لمرض خطير قد يكلفهم بمرور الزمن فقد العضو المصاب تماما. إنه مرض المايستوما أو المادورة. تبدأ قصة المايستوما بدخول الميكروب إلى الأنسجة تحت الجلدية من خلال الجروح الصغيرة أو الشقوق الغائرة في باطن القدم، لا سيما لدى المزارعين الذين اعتادوا على العمل في الحقول بأقدام حافية. وكالعادة لا يهتم المصاب بنظافة جرحه الصغير وتعقيمه، وخلال فترة طويلة قد تمتد لعدة سنوات يبدأ المكان المصاب بالانتفاخ على شكل ورم غير مؤلم، وشيئا فشيئا يصل الميكروب إلى العظام، وبعد فترة تظهر على الجلد في مكان الورم فتحات صغيرة يخرج منها إفراز صديدي ودم وحبيبات صغيرة ذات ألوان وأشكال مختلفة. وفي هذه المرحلة يشعر المصاب بالخوف ويبدأ البحث عن مساعدة طبية، وهو ما لا يتوفر بصورة فعالة إلا في المدن الكبيرة. بدأ معي منذ الصغر، كنت صغير شافي ومزارع يعني. المهم لحظة شعرت بأنه في حاجة هنا كانت صغيرة، النهاية قامت بقت كبيرة شوية. النهاية سنة 88 قامت عملت جرح كبير، مشيت قابلت بقى المستشفى. ينتشر هذا الميكروب الذي يعيش بصورة طبيعية في الحشائش والتربة في السودان وعدد كبير من الدول الاستوائية وشبه الاستوائية في العالم. وفي أغلب الأحيان تقوم المستشفيات والمراكز الصحية بتحويل مرضى المايستوما أو كما يعرف محليا في السودان باسم النبت إلى عيادة متخصصة. يتم في هذه العيادة استقبال المرضى وتسجيل المعلومات الشخصية لكل مريض مع تاريخ تطور المرض وما صاحبه من أعراض قبل الكشف السريري. عموما كان الجرح يعني بيتألم منه ألم شديد، لما نكون عقوم أكحته أو أزينه بالمسكدة برتاح منه شوية، لكن لما نقوم يتحيع هو بينتعب منه شديد. ومن ثم تجرى سلسلة من الفحوصات المعملية إلى جانب صور الأشعة والموجات الصوتية حتى يتمكن الأطباء من تحديد نوع الميكروب ومدى تطور الإصابة. ولكن في بعض الحالات يتعذر ذلك إلا باستخراج عينة من النسيج المصاب بعملية جراحية بسيطة لفحصها في معامل خاصة. بعد ذلك توصف للمريض الأدوية التي تمتد فترة استخدامها لزمن طويل، وهي إما حبوب أو حقن بالنسبة للحالات التي تكتشف في وقت مبكر. أما الحالات المتقدمة فلا مناص من علاجها باستئصال النسيج المتأثر بالميكروب من العضو المصاب، وفي بعض الحالات النادرة بتره بالكلية. بالرغم من خطورتها إلا أن الكثير من المرضى المصابين بالمايستوما تم شفاؤهم تماما بفضل المتابعة الطبية من خلال المواعيد المبرمجة للعيادة والالتزام بتناول العلاج بصورة منتظمة وعدم تأخيره وقطعه، إضافة إلى تعاون المرضى وذويهم مع الأطباء. ولكن في الجانب الآخر فإن عدم الحضور للعيادة وقطع العلاج تسبب في انتكاسة للكثير من المرضى وجعل شفاءهم أمرا أكثر صعوبة. يمكن لسكان المناطق الموبوءة بالمرض أن يتجنبوا الإصابة باتباع بعض المحاذير، والتي تتمثل في لبس الأحذية وتجنب السير أو ممارسة الأنشطة الزراعية وغيرها بأقدام حافية. وفي حالة الإصابة بالجروح والخدوش الطفيفة القيام بتعقيمها لدى أقرب وحدة صحية. أما إذا ظهر أي ورم تحت الجلد فعليهم الذهاب إلى العيادات المتخصصة في علاج المايستوما بلا تردد. من الأشياء المهمة جدا بالنسبة للمريض
بالمصاب بمرض المايستوما انه يحضر في وقت مبكر جدا من المرض حتى نستطيع تشخيص المرض واعطاء العلاج المناسب للمريض. ورغم ان تكاليف العلاج والمتابعة الطبية تشق على كثير من ذوي الدخل المحدود، لا سيما اذا كان المريض هو عائر الأسرة وقد اقعد بسبب اصابته، الا ان مواصلة رحلة العلاج دائما ما تتم بمساعدة الاخرين. العلاج قد يكلف لبعض المرضى حوالي 8 مليون جنيه سوداني في السنة أو ما يعادل 3-4 مليون دولار في السنة، وهذه المبالغ يعني عالية التكلفة بالنسبة للمريض والأسرة والمجتمع والمستشفى اللي بتعالج فيها المريض. ورب لأسرة تكون من 5 أفراد عاطلة عن العمل لمدة تقارب مع حكاية 7-8-10 سنة ما قاعد ما شغال، من الله وعلى باب الله. بس بتوفر هذه الصفة الحسنة من التكافل الاجتماعي بجانب المعرفة التامة بحقيقة المرض، يمكننا سويا أن نطوي صفحة مرض المايستوما وأن نجعله شيئا من التاريخ.